يا رب انصر الإسلام والمسلمين يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. السؤال الاولاني لزوجتي والسؤال الثاني لي. السؤال الاولاني الزوجه بتسال الزيت المستعمل في البيت حرام بيعه؟ الزيت المستعمل في البيت حرام بيعه بعد استعماله؟ اه في ناس بتلف تشتريه. هذا يغشون به المسلمين ويضرون به صحتهم. لا تبعه. تمام. الا ان تعرف الى اين يذهب به. هو بيقول انه ده صابون، الله اعلم باللي بيعمله. لا لازم نسال، سؤال جيد. كل بتاعنا بيقولوا صابون، كلك بس. كلك بيقولوا صابون، انا لا، هم ليسوا بثقات. تمام. اسال ناس تفهم في هذه المهنه. الناس يشترون الزيت المستعمل في البيوت. بعضهم يرجع يصنعوا يعمل بالطعميه ويضرون بالناس.